FM. الكلمة ليك 14 دقيقة. أهلا وسهلا بكم في برنامج كونتر أتاك. كما قلت لكم بعد إن شاء الله باش نحكي على قطاع تحكيم وحديث الساعة كما قلنا والاتهامات المتبادلة الكبيرة. إن شاء الله بعد شوية يكون بحدينا سي الحبيب ناني ومختار تليل, لكن قبل كما قلت لكم باش نحكي باسكيت ورقبي بحدينا جماعة اتحاد الأنصار بدار شعبين لكرة السلة فريق الأواسط اللي تحصل على كأس تونس. فرحانة برشا باستضافة سي نبيل باللح مدرب الفريق. مرحبا بك مرحبا بك انت مجدي شوك قائد الفريق. مرحبا ومبروك عليكم التتويج. عايشك مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين كابافان. يعايشك جابوا لنا الكوب بحذانا منوره. يعطيكم الصحه. نبدا معاك سي نبيل باللح. التتويج هذا اكيد جاي بعد تعب نحكيه خدمه موسم كامل. كيفاش كانت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله يا أم الحاجة معتها خدمة ذي معتها متكررة معتها بعد 6 سنوات. هذوما معتها بداية متاعي معتها معهم بالفريق الأداني. معتها الأداني لعبنا معتها على الثنائي, تحصلنا على بطولة ونزلنا في دور نهائي في الكأس. ومن بعد معتها الموسم اللي بعده معتها لعبنا دور نهائي فريق الأصغر وفزنا بالكأس. وبعد وموسم اللي بعده معتها نزلنا في دور نص نهائي الأوسط. وموسم الفارط لعبنا دور نهائي أمام نفس الفريق النجم الراتسي ونهزمنا. والموسم هذا فضل من الله والحمد لله اللي فزنا به الكأس. معناتها ريفونج رجعنا به الكأس هذا. معناتها المجهودات معناتها نتاع اللاعبين رغم معناتها الظروف معناتها ظروف فريق معناتها الظروف صعيبة برشا نمروا بها. شنو هي الظروف الصعيبة؟ خاصة معناتها مالية. ظروف مالية معناتها ما فما حتى حد معناتها يحب يعاون الجمعية. رئيس الجمعية معناتها دفع أكثر من اللازم معناتها من جيبه وتعب حتى الموسم هذا حب باش معناتها يسلم القياده معناتها المسؤولين الاخرى وحب ينسحب غير الظروف معناتها. وطلب معناتها من سيد المعتمد معناتها وكل شيء قالوا كمل معي الموسم هذا حسب ظروف البلاد ونتعاون وكل شيء. ما قيناش المعاونه حتى معناتها الفلوس معناتها البلديه حتى الوقت هذا ما تصبوناش يمكن يقل معناتها كل الظروف ما صعيبه يعني برشا. ما فماش دعم السلطات المحليه. ماش دعم السلطات المحليه. الموسم معناتها قريب معناتها ينتهي معناتها كل شيء. ما فماش معناتها البلديه كل مره تقول لك هاو جا هاو مصبوا هاو مصبوا. ما فماش معناتها الشيء هذايا ما تمش. اما مشكور معناتها السي خالد العابد معناتها رئيس الجمعيه اللي قاعد معناتها هو يدعم في الفريق من نجيبه كل شيء من بعد وان شاء الله يكمل معنا الموسم القادم. ونحب معناتها نكونوا في الناسيونال. هذا فريق اتحاد الانصار فريق معناتها عريق عنده كاريير وعنده فوالا. هذا اللي كنت باش نسالك عليه بعد شويه سي نبيل. خلينا نحكي شويه مع مجدي شوك قائد الفريق. وفزتوا في الفينال على النجم الراتسي فريق كبير زيدا. كان تحكينا خاصه على المباراه هذه النهائيه وفرحه التتويج. عايشك. اولا نحب نشكر الناس كل اللي جات تفرجت لنا وفرحت لنا الفينال هذايا. نشكر اصحابي اللي كنا سوليدير معناتها كيب واحده مع بعضنا. نشكر السيد نبيل بلالح اللي بالحق معناتها تعب برشا سنة معنا وباش وصلنا الفينال هذايا. النجم الراتسي فريق كبير ويستحق معنا باش يكون في النهائي. احنا زاد فريق كبير. اكثر حاجه شجعتنا ان باش نفوزوا في النهائي هذايا هو انه عملنا وخسرنا معهم في الفينال. معنا هذايا سبحان ربي معناتها كانت كي ريفونش بعثها لنا باش نكونوا اقوى من عام ناول. وهبطنا الحمد لله كل واحد عطى اكثر من اللي عنده 120%. الحمد لله جا الفينال هذايا. من الاول البارتي معناتها بدات اكيليبري 1 بوان 2 بوان. خذينا شويه سكور عاودوا بعد هما رجعونا في السكور خذوا علينا سكور حكايه 6 بوان. دخلنا الشك شويه معنا في بعضنا حسينا كلي شويه دود دخل بين اللاعبين. الحمد لله بفضل نصائح سي نبيل وبفضل وقفه الجولات معناتها سور تيرا رجعنا في الماتش وخذينا سكور وهذا اللي شجعنا. معناها لقيتوا روحكم حاضرين بدنيا وذهنيا. خاصه ذهنيا نعرفوا في كره السله ثواني تحكم في المباراه. يعني الامور النفسيه والذهنيه تكونوا حاضرين اكثر هذاك يمكن اللي حكم في المباراه. خاصه ذهنيا معناتها سي نبيل حكى معنا قبل الماتش قالنا راهو مش كيما بريمير كارتون مش كيما دوزيام كارتون مش كيما تروزيام مش كيما كاتريام. اي سورتو كاتريام معناتها لازم جوار يكون كونسونتري لو بلوتو بوسيبل. لازم تكون حاضر في مخك اقل غلطه اقل حكايه راهو بنشوف الماتش. رجل لي ماتش هذوما اللي فينال بيننا احنا رادس معناتها ليكيبات القويين
مش تحكم لي ديتاي صغار، ما انت مش تغلط غلطه منا ولا غلطه منا مش تاكل على راسك وتخسر الماتش. الغلطه وهذاك اللي صارت جد غلطه عند راس روحنا احنا الماتش. الحمد لله فزتوا انتوما. سي نبيل حكينا بكري، قلت اتحاد الانصار اكيد فريق عريق وكبير ومعروف، تقول اتحاد الانصار بسكيت ما تدار شعبان معروف بالكدا، لكنه بعد على التتويجات شنو هو الاسباب؟ ما نقولوش ممكن الظروف الماليه كهو، لكن شنو فما اسباب اللي خلات اتحاد الانصار يبعد؟ والله الأسباب هي معناتها أول حاجة نقول لك هو نقص اللاعبين، ما فماش له معناتها كما كنا قبل، نحكي لك معناتها وقت اللي كنت أنا معناتها صغير ونلعب وكل شيء، كانت مسؤولية متفة مال البلاد معناتها لهي معناتها بكرة السلة، ونظلوا حتى في التمارين معناتها تلقى جمهور، تو احنا قاعد مغطاة نتاعنا معناتها نلعبوا ماتشات معناتها من غير جمهور، ورانا لعبنا فريق الأكابر راهو على الصعود راهو. وما تمكناش نلعبوا زاد بلا جمهور، جل معناتها المباراه معناتها الكيبات معناتها ربحناهم معناتها فرق 20 نقطة. ما تحس الناس بدات تبعد وما عادش تحب كرة السلة، ما عادش مغرومة يعني. بدات تبعد. معناتها الظروف معناتها البرة تو شعبان فهري تقول شنو تقول كرة السلة. تو معناتها الشباب والانطلاج معناتها مشى لحاجات أخرين، مشى معناتها نجم نقول لك معناتها ولات الناس معناتها في الحوم ما عادش كي تلقاها تكور، هو في زطلة هو في الواحد ولا معناتها الرياضة نقصت برشا، هذا كل مناش معناتها مسولط ما فماش له تأثير للشبان هذوك اللي باش نخليوهم في عود يمارسوا معناتها الرياضة كاين معناتها يوليوا يضطروا يمشيوا لحاجات خايبة اللي تضرهم أكثر من اللي تنفعهم، دوك فماش تأثير. ما فماش رياضة، ما فماش تأثير، ما فماش رياضة معناتها احنا عندنا معناتها قاعة واحدة تو دار شعبان فيه وفاهم معناتها اتحاد الانصار وفاهم معناتها فريق الاف دي اف من سن في المدارس حتى سن في الاكابر حتى في التمارين معناتها واقين برشا اشكاليات، عندنا سن في احنا عندنا سن في الاصاغر وسن في الاداني يتريناو معناتها الساعه 9 الليلة معناتها مره بعد فريق الاكابر هذا كل معناتها مخر عليهم طال العباد اللي تقرا الوليدات اللي تقرا كيفاش باش يدربوا 9 نتاع الليل رغم معناتها هذاك هو معناتها خاطر في الاوقات نتاعهم معناتها اللي واطيهم لهم معناتها في الايام الاسبوع الساعه الرابعه ونص معناتها تلقاهم معناتها يقراوا على روحهم تلقاهم بالمعهد اللي سايب لك 5 وسايب لك 6 وقت باش يمارس التمارين يتلزم المدرب باش ياخذ ساعه معناتها 9 نتاع الليل باش يلقاها قاعه كهو يعني ترانيو فيها وعندنا حتى معناتها وقت اللي معناتها ما يلقاش 9 نتاع الليل فما اللي ياخذ معناتها 6 نتاع الصباح عندنا حتى معناتها جيران معناتها تشكاو نعرفوا الظروف معناتها نتاع عندنا معناتها بجنب القاعه معناتها جات في وسط البلاد وكل شيء فما معناتها رجال كبار فما معناتها شكون مريض قلقناهم نطلبوا منهم السماح وكل شيء خاطر القاعه جات في وسط البلاد معناتها كل شيء كل ان شاء الله فما امكانيه في قاعه اخرى كيفاش كلمت السلطات فما وعود باش تصير قاعه وصارت اخر معناتها حكايه مام با معناتها اموا جا السيد الوزير زار القاعه وكل شيء وجبنا له على قاعه مواطنات اخرى ووطى اوكي وان شاء الله ماشي معناتها الظروف كل ماشي معناتها نشكر معناتها البلديه السلطات الجهويين كل يعني بداوا ماشيين في الجهه هذه باش يبنيوا قاعه وقاعة معناتها كل شيء حتى معناتها البيان نتاع الواحد القاعه الاوراق كل شيء معناتها ماشي على احسن ما يرام ان شاء الله نشوفوها القاعه هذه خاطر هذه تحلنا برشا بيبان القاعه هذه كان معناتها نكون معناتها تكون عندنا معناتها قاعه ثانيه تحلنا برشا بيبان تحل برشا مشاكل وناكد لك معناتها يرجع مجد اتحاد الانصار كما كان في التسعينيه قبل ويرجع بالحق فريق ذي كما قلت عريق يظهر لي مجدي قاعة تحل لكم المشاكل وكما تشوف معناتها تدربوا برشا في نفس ما تلقاوش حتى الوقت باش تترانيو يظهر لي هذا باش يكون خير ان شاء الله تبدا فما قاعة بيان سور يكون خير وبيان سور واحد كي تلقاه يترانا مرتين معناها في نهار تظل القاعة الأولانية وقاعة الثانية تنجم ترانا صباح وعشية هذايا معناتها باش يقوي لك في النيفو نتاعك مش تولي تلعب معناتها في لو نيفو حتى نهار آخر وتنجم ترجع حتى جمعيتك تلعب في الأصناف نتاع الناسيونال إن شاء الله القاعة هذيا تصير احنا ماذا بينا معناتها حتى الشارج ينقص شوية واحد يلقى باش يترنى الصباح يترنى العشية هكا حتى المستوى يتحسن أكيد أكيد والمستوى يتحسن كان راهو بالخدمة وبالتمارين والحمد لله ما حتى احنا كي وصلنا الفينال ولينا نترنوا 6 الصباح عشان في ماتش وقت نترنوا 6 الصباح ونترنوا 7:30 تاع الليل معناها هذا اللي ضيق الوقت معناها في الصالة والشارج اللي موجود عليه كل الحمد لله رغم الظروف هذه كل تمكنا باش نجيبوا التيتر هذه والحمد لله يا رب رغم الصعوبات جبتوا التيتر سي نبيل كليمة قبل ما نختم معاك ربما للسلطات المحليه باش تعاونكم باش تدعمكم باش المره الجايه نشوف اتحاد الانصار علاش ليه تتويجات في جميع الاصناف
والله معناتها نطلب معناتها المسؤولات الكل معناتها اوله معناتها سيد الوالي معناتها باش يزيد يدعمنا ويزيد معناتها ينسق معناتها مع رئيس البلديه مع سيد معتمد باش القاع معناتها ان شاء الله عامين اخرى القاعه موجوده ويرجع ونرجعوا الشباب شباب كرة سلة اتحاد الدنصا يرجع كما كان قبل كانت معناتها القاعه معناتها كنا في التسعينيه معناتها مش نلعبوا معناتها مباراه معناتها في قاعه نشعبان معناتها تعرف معناتها كره سله التسعينيه كانت معناتها اتحاد الدنصا كان فريق عريق معناتها فزنا على جل الفرق معناتها ما فيهم معناتها اكبر جار الملعب النابلي فريق معناتها فريق عريق جدا في قاعه نشعبان فيري معناتها فزنا عليه فزنا عام الصعود نتاعنا معناتها 89 90 القسم القومي فزنا على فريق الزهره الرياضيه وهو فريق الاول في النخبه الاولى فوزنا عليه معناتها كل شيء هذا معناتها ما يجيش بلاش هذا كل معناتها بالتسيير وباللاعبين وكل شيء وحبيت معناتها نقول لك حاجه رغم اللي معناتها انا لعبت مع اتحاد الانصار موسم مع فما موسم ونص لعبت مع ملعب النابلي وعملت هذا موسم ونص مع شباب القيروان عملت هذا موسم ونص مع جمعيه الحمامات معناتها اربع فرق معناتها اللي دربت فيهم وكل شيء بارك الله خبره حبيت معناتها نشكر الجميع وكل شيء وان شاء الله للمزيد اكثر ان شاء الله وقت شراو اتحاد الانصار في الناسيونال ان شاء الله نقولوا من بتيتر هذايا الناس اللي معناتها بعد ما توجنا بتيتر هذايا شفت فرحه البلاد معناتها فرحه كبيره برشا ان شاء الله معناتها هذه يعني التتويج هذا ينجم يجيب رجال البلاد دار شعبان باش يعاونوا الفريق ويحاولوا يرجعوه يعني الناسيونال آ بحول الله ان شاء الله هو يقول لك التيتر يجيب صعود القسم القومي يجيب هذه معناتها وان شاء الله هذا يكون معناتها حافظ معناتها معناتها الجل معناتها الاعمال في دار شعبان فيري رغم اللي معناتها نعرف فما برشا ناس يجموا يعاونوا الجمعيه نطلب منهم باش يعاونوا الجمعيه قول لهم عملنا اللي علينا جبنا لكم التيتر انتم دونك تحركوا شويه وادفعوا الفلوس وعاونوا دعموا جمعية وترجع إن شاء الله كما قبل مجدي شوك كملاعبي وقائد فريق شنو تتمنى باش تتحسن المستوى واتحاد الأنصار يرجع كما قبل وكما قلت يرجع للناسيونال أولا نتمنى أنه كما قال سينابيل رجال البلاد ترجع وتتلف حول الجمعية ونخموا أغلبيتها في مصلحة الجمعية مش في المصالح الخاصة بالناس اللي دايرين بالجمعية ان شاء الله تتوفر لنا القاعه دي الثانيه اللي بالحق رايت حل لنا برشا مشاكل وتقوي حتى في النيفو تاع الجوارات وتنجم تخرج جوارات زاد للمستقبل والجيل اللي طالع يلقى وين يترنى راهو جوارات مينيم ويكور يترنوا في ساعه وفي ساعه ونصف النهار هذا ما ينجمش يقوي لك راهو في النيفو تاعك وما تنجمش توصل به ان شاء الله الصوره الكل تتلف حول الجمعيه دي وان شاء الله ترجع يرجع المجد الاتحاد الرياضي للانصار ان شاء الله ربي معاكم ومبروك مره اخرى ربي كلمه تتويش. صغيره نحب نشكر بابا وامي اللي تعبوا معايا برشا نحب نشكر سينابيل اللي فضل النصايح نتاعه ونجمت نوصل في النيفو هذا نحب نشكر زاد سيسليم بوشوشه بريزيدون سيكسيون تاعنا يعطي الصحة تعب معنا برشا سنة وبارك الله فيه يعيشك إن شاء الله بالتوفيق لك مجدي شوك قائد الفريق سينابيل باللالح يعطيك صحة مدرب فريق الأواسط اتحاد الأنصار بدار شعبين مبروك عليكم مرة أخرى تتويج إن شاء الله مزيد من التتويجات وتكونوا حاضرين معنا بسرعة قبل الأخبار حبيت معناتها نشكر معناتها العائلة نتاعي معناتها اللي تعبت معي بشيء وحبيت نادي معناتها الكأس هذايا البنتي معناتها مولودة جديدة الكلمة ليك